luas pondokmu, tempat kami menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rajjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbassa, wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, fi jannatin na'im, sullatum minal awwalin, wa qalilum minal akhirin, ala sururin mawdunatin, muttaki'ina 'alayha mutaqabilin, yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun, bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, la yusadda'una 'anha wa la yunzifun, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il makrun, jazaa'an bima kanu ya'malun, la yasma'una fiha lawwan wa la ta'thima illa qalilan salaman salama, wa ashabul yamin ma مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا شأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بحمد ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.